هذه إعادة الهدف الوحيد اللي سجل في لقاء اليوم. على ما يبدو بأنه كان هدف ذاتي. على ما يبدو أنه كان هدف ذاتي وليس عن طريق عادل صبيح. لفريق العبيدية أمامية ناحية محمد رباعي البديل ربما، وهذا محمد يضل عالمي. جول 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 جول. والله عالمي 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 يا ولد. لعيب يا ابو نضال، لعيب يا ابو نضال، لعيب ما شاء الله عليك. تصويبه صاروخيه، تصويبه صاروخيه، طليق بهذه الفرجه العبيديه. فرجه يقدمها فريق العبيديه في لقاء اليوم. لعبه اماميه جميله، لكن يا عيني يا عيني يا عيني، من العام الماضي يا جماعه، من العام الماضي بيقدم اداء كبير هذا اللعيب، هذا اللعيب، هذا اللعيب بوجه القدم. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، راحت وهي بالطريق، ضربت موال. والله لعبة حلوة هذه القاية، وبالتالي جول 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 جول.